مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. كلمنا مبارح لو تفتكروا حضراتكم عن الموقف الإيماني الجميل عن علو الهمة، وتكلمنا عن قصة عجوز بني إسرائيل، المرأة الجميلة اللي سنها معدي 80 سنة ورغم ذلك كان همتها عالية، ان لما طلب منها سيدنا موسى انها تدله على قبر سيدنا يوسف عشان ياخدوه ويدفنوه في الارض المقدسة، قالت لا ادلكم على قبره حتى تعطيني عهدي. قال لها موسى عليه السلام وما عهدك؟ عايزة ايه؟ قالت ان اكون معك في الجنة. ده انت نبي كريم من اولي العزم الخمسة، معقولة افوت الفرصة دي واطلب اي امر دنيوي، فلوس ولا بتعمل، الدنيا كلها فايتة والى زوال، لكن انا عايز اكون معك في الجنة. فسكت موسى عليه السلام، فارسل الله عز وجل واوحى الى موسى وارسل اليه جبريل عليه السلام، قال له كلها انت معي في الجنة، فأعطاها عهدها، فأمرتهم أن يحتفروا المكان وأخرجوا جسد يوسف عليه السلام، وكان ذلك بالليل، فأضاء جسده المكان كله كأنهم في ضوء النهار. ده كان مثل جميل جدا لعلو الهمة. عفوا، فقلنا وأين همتك أنت أيها المسلم؟ إذا كان دي امرأة عمرها معدي 80 سنة ورغم ذلك دي كانت همتها العالية الجميلة. واتكلمنا مبارح عن مدخل عن علو الهمة، وقلنا يا جماعة أن مدار الحياة كلها ومستقبلك في دنيتك وأخرتك كلها قائمة على مسألة علو الهمة. في واحد همته فقط أنه ينجو، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واحد تاني يقول لا انا عايز اخش الجنه في اعلى الدرجات، واحد يقول لا ده انا عايز كمان مش اعلى الدرجات وبس، ده انا عايز اكون في صحبه سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن ايات ذكرت لنا علو الهمه وكيف حضنا الله عز وجل على علو الهمه، وتكلمنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم حض الامه ايضا على علو الهمه. في المقابل المولى عز وجل ذم كل من كان من ساقط الهمه. في إنسان همته واقعة قوي، يعني عارف حضرتك أحيانا مثلا تلاقي واحد شاب كده تقول له أنت أمنيتك إيه أو همتك إيه، فيقول لك مثلا نفسي أبقى دكتور أو نفسي أبقى مهندس أو نفسي أبقى طيار أو واحد تاني برضو شاب في نفس السن ممكن تسأله نفسك تبقى إيه، يقول لك أنا نفسي أعيش وخلاص، يعني عايز أي حاجة بس المهم يبقى معايا فلوس وبقى عندي الشقة وحتة عربية وشغلانة كويسة وناكل لقمة بالحلال وخلاص. هو ما عندوش همة غير أنه هو يعيش وبس، واخد بالك؟ إنما المؤمن لازم يكون ليه بصمة في الدنيا وليه بصمة في الدين. بمعنى قلنا امبارح يا جماعة أن كل واحد ربنا أعطاه بصمة مختلفة عن التاني. الحكم من كده ان انا جيت الدنيا فقبل ما اخرج لازم يكون ليا بصمة الناس تفتكرني بيها، مش من باب الرياء ولكن من باب ان الراجل ده قدم خدمة كبيرة قوي لبلده ولدينه ولأسرته ولنفسه، واخد بالك؟ والتاني جه الدنيا وعاش فيها وعدى ولم يكن له بصمة. وهديكم مثال بسيط خالص، اتنين ماتوا وبعدين واحد وهم شايلين في الجنازه بتاعته الناس ماشيه وراه بيقولوا الله يرحمه كان طيب وابن حلال والله، بس طول عمره كان عايش لنفسه، عمره ما عمل حاجه لا لنفسه لا لاسرته ولا لبلده ولا لدينه، الله يرحمه. واخد بالك؟ جنازه ثانيه ماشيه جنبها والراجل شايلينه على الخشبه ووراه بقى كم كبير من الناس وبيقولوا ايه؟ الله يرحمه. طول عمره كان بيخدم أسرته وبلده وأهل حتته وبيخدم دينه وساب أثار ما شاء الله وساب بصمات إن شاء الله ربنا ينفع بها المسلمين والأمة كلها من بعده إن شاء الله سنوات طويلة ربنا يجعلها في ميزان حسناته. تحب تكون مين فيهم؟ هي دي المسألة. ولذلك سبحان الله تجد إن الإنسان اللي بيكون ليه بصمة في الدنيا وفي الدين اتفرج عليهم جنازته. قال الإمام أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما دخل السجن وقعد فترة طويلة جدا وختم القرآن في السجن 85 مرة، وفي المرة 85 وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية.
ما فيش ساعة أو ساعتين كان ما يقرب من أكتر من 100,000 واحد كانوا بيشيعوا جنازة الإمام. تخيل بيننا وبينهم يوم الجنازة. نروح بعيد ليه؟ احنا يا جماعة يعني لما بنتكلم احيانا عن الأئمة الكبار من زمان او بنتكلم عن الصحابة فالناس تقول يعني انت بتتكلم عن الصحابة انما احنا في زماننا بقى لا. طب تعالى اتفرج في زماننا، تعالى اتفرج على يعني، واكيد التلفزيون نقل هذه المسألة، اتفرج على جنازة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، اتفرج على جنازة الشيخ الألباني الله يرحمه، جنازة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز الله يرحمهم جميعا. شوف الجنازة كانت عاملة ازاي، شوف الآلاف المؤلفة اللي كانت ماشية في الجنازة، وشوف الملايين اللي كانت بتبكي في بيوتها، وشوف الناس اللي كانت بتدعي لهم وتترحم عليهم، وشوف الناس اللي هتفضل تدعي لهم لحد يوم القيامة. هي دي المسألة، إن الإنسان بيترك أثر طيب، بيترك بصمة الناس عمرها ما تنسى أبدا. وهم دولت وسام أقول يا جماعة الناس ثلاث أنواع، وعايزكم تركزوا في النقاط الصغيرة اللي بذكرها دي، لأن هي دي اللي هتحفز همتكم وهتخليكم من هنا ورايح تقولوا لا ده احنا لازم نبذل ولازم يكون اللي عندنا علو وهمة نخدم بها ديننا وبلدنا في وقت واحد. لأن يا جماعة حب البلد لا ينفصل عن حب الدين. بعض الناس كانوا يفهمونا زمان ان حب البلد حاجة وحب الدين حاجة، وان حب البلد ينفصل عن حب الدين. أبدا، حب البلد ده جزء من حب الدين، لأن أنا عبدت ربنا في بلدي وسجدت ربنا في البلد دي وطلبت العلم في البلد دي وعلمت الناس في البلد دي، فلازم أحب البلد. البلد دي لها فضل كبير عليا بعد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة مطرودا، وهي البلد اللي اتأذى فيها أذى، عمره ما شاف أذى في حياته قد ما شاف أذى في مكة والطائف، ورغم ذلك هو خارج من مكة كان بيبكي ولا كان فرحان؟ ما كانش خارج بقى بيقول الحمد لله الذي أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أبدا ما قالش كده. النبي خارج وهو بيستدير وبيبص لمكة وبيبكي وبيقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولما رجع يوم فتح مكة ما رجعش عشان ينتقم، إنما رجع عشان يعبد أهل مكة لله سبحانه وتعالى. دخل لقاهم كلهم منكسي رؤوسهم، طبعا مش قادرين يحطوا رؤوسهم في وش النبي عليه السلام من كتر اللي عملوه معاه. والنهارده بقى جاي فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم ويقدر يعلق لهم المشانق ومحدش يعترض. واذا به صلى الله عليه وسلم نهر الرحمه ينبوع الحنان يقول ما تظنون اني فاعل. خد بالك ما استناش ان هم يتكلموا، لان هو لو كان سكت كان هم هيبداوا يقولوا ايه، ناوي تعمل معنا ايه يا رسول الله، ما احنا اهلك واهل بلدك ويعني والعفو بقى عند المقدره، وكان هيقعدوا بقى ايه يعني بالبلد كده، كانوا هيذلوا نفسهم للنبي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد يذل نفسه عنده ابدا، لان هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال ما تظنون اني فاعل بكم، هو اللي قطع الصمت واتكلم. قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. طول عمرنا عارفينك انك كريم، انت واخد بالك؟ شو بقى الانسان لما يكون ظلم 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 مره واحده وقع، فتلاقيه عامل كده مش قادر يبص في وش حد. قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. الله، يبقى داخل عشان يعبد الكون ده كله لله. الغرب اللي بيقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيف، يشوفوا مشهد زي ده. لو ان النبي علق لاهل مكه المشاني والله لكان يعذر، والتاريخ لا يمكن كان هيمسك أي حاجة من الحياة ديت ولا هيقول هو ليه علق لهم المشانق، لأنه لما يقرأ ما قبل ذلك يقول لا والله يستاهلوا، مش المشانق ده يستاهلوا يتشنقوا ويتحرقوا كمان. ورغم ذلك النبي عمره ما عمل كده، بل صح في الحديث الذي رواه مسلم إن, إن, إن الصحابة لما اشتد عليهم الإيذاء وهم لسه قاعدين في مكة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبوش منه المستحيل ولا طلبوا منه حاجة محرمة، قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، يعني ادع عليهم، لأن احنا اتأذينا بسببهم أذى كبير جدا، في ناس اتقتلت وفي ناس اتعذبت وفي ناس ممكن يعني تركت ديارها وفي ناس اتخربت بيوتها. فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، لأن ربنا اللي قال عنه كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي مش رحمة بس للمسلمين، النبي رحمة للمسلمين والكفار. تخيل حضرتك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أي أمة تكفر بنبيها كان ربنا بيهلكها عن بكرة أبيها، ولا ينجي إلا أهل الإيمان. خد بالك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله، ده كان اسمه عذاب الاستئصال، اللي هي ايه، امه كفرت بنبي ربنا سبحانه وتعالى بيهلك الامه كلها. خد بالك
ولذلك ربنا ليه فكلا أخذنا بذنبه ونوع العقوبات، في منهم اللي خسف فيهم الأرض، وفي منهم اللي أخذتهم الصيحة، وفي منهم اللي ومنهم من أغرقنا، ومنهم خدت بالك نوع العقوبات ليه؟ عشان يوضح كمال القدرة الإلهية، إن أنا لا يعجزني شيء، عايز أهلكهم بالغرق أهلكهم بالغرق، دولت بالحرق ما فيش مشكلة، دولت بالرجفة، دول بالصيحة، دول بكذا، دول بالخسف، زي ما أنا عايز أعمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة. فربنا نوع عليهم العقوبات. بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رفع عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة، وأجل عذاب الكفار إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى إذن في أثناء وجود النبي عليه السلام لا يمكن أن يهلك أمة كافرة ما دام النبي عايش صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي عليه السلام ايه النجاة لينا بقى احنا كمسلمين؟ الاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كتروا من الاستغفار على قد ما تقدروا. ولذلك كان احد السلف كان دايما طول ما قاعد يقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، فقالوا له الا تحسن غير ذلك؟ قال بل احسن كثيرا. قالوا فلماذا تكثر من هذا؟ قال لان العبد اما بين نعمة تستوجب الحمد، وإما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره من ذنوبي. شوف فقه هذا الرجل وصلوا لإيه. فالشاهد في الموضوع إن, 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 إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الصلاحات كلها لم يستخدم هذه الصلاحات في أنه يدعو عليهم عشان يهلك هؤلاء الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرجع لموضوعنا. فربنا ذم أصحاب الهمة الساقطة. قال جل وعلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحانه وتعالى حتى جميلة أوي بيقولها الإمام ابن القيم، وكلام الإمام ابن القيم كله قيم بصراحة رحمه الله رحمة واسعة. بيقول جملة لو قعدنا نشرح فيها محتاجين يعني مش محاضرة واحدة، محتاجين 10 محاضرات، لكن نوجز كده بس بفهمها. بيقول ايه حينما تكلم عن علو الهمة؟ بيقول لا بد للسالك، انا وانت اسمنا سالك، انا بسلك طريقي الى الله سبحانه وتعالى. فاللي سالك ده بقى اللي ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى بحتاج شوية حاجات توصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. بيقول إيه؟ بيقول لا بد للسالك من همة. الهمة دي وظيفتها إيه؟ قال لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. لو تقدر تكتب الجملة دي اكتبها عندك عشان إيه؟ وإحنا بنشرح كده عيش معها وتمتع بيها بجد. خد بالك لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهدي. ايه المقصود؟ اشرحها في 2 3 كده. لابد للسالك من همة. عارف حضرتك العربية اللي هي المانوال اللي هي مش اوتوماتيك اللي هي فيها نقلة 1 و2 و3 و4 واحيانا بيبقى 5، اول ترس اللي هو الاولاني العربية واقفة، الترس ده هو اقوى واكبر ترس. ليه؟ لانه بيحرك العربية دي كلها من وضع الثبات، فمحتاج ترس قوي جدا 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 عشان يبتدي ايه يحرك العربية. العربية مشيت، ابتدى بعد ما العربية مشيت وخدت سرعة بسيطة كده بينقل على الترس الثاني وهو اصغر من الاولاني شوية. ليه؟ علشان يزود عدد حركات الموتور عشان العربية تمشي اسرع شوية. طب مش محتاجينه ترس كبير قوي ليه؟ لان خلاص العربية مشيت وهو الصعوبة كلها في انها تتحرك. بعد ما تتحرك تزويد السرعة سهل، واضح كده؟ تزويد السرعة سهل، انما المهم انها تتحرك. طيب الترس الثالث اصغر من الثاني ومن الاولاني، وظيفته ايه؟ يحرك السرعة ازيد شوية من الاولاني والثاني. والترس الرابع ده يوصل العربية، اذا كان العربية فيها 4 نقلات بس، يوصل العربية لاخر سرعة للعربية. والترس الرابع الاخير ده قد كده صغير خالص، لانه بيزود عدد سرعات الموتور بقى لاخرها لحد ما ايه يوصلك لاكبر سرعه للعربيه. هي المساله ديت كده. الانسان عامل زي الترس. لو انسان كافر ربنا يعافينا وعافيكم،
فمحتاج عشان يتنقل من الكفر للإيمان محتاج حركة قوية جدا جدا من القلب انه يتحول من الكفر للإيمان. واضح كده؟ وانه يحرك كل جوارحه انها تستجيب لحتة النقلة ديت. انتقال الانسان يا جماعة من اي ديانة باطلة لدين الاسلام الحق احتاج جهد كبير جدا وتفكير عميق جدا ومحتاج بذل لا يخطر على قلب بشر. دخل الاسلام خلاص، بعد كده محتاج ترس اقل شوية عشان يشتغل في ايه؟ في الفرائض. ده الترس رقم 2. يبقى الترس الاولاني نقله من الكفر للايمان، نركزوا معايا في المعنى ده، نقله من الكفر للايمان. الترس الثاني هينقله من الايمان بقى الى ايه؟ الى درجة حلوة عالية. هو خلاص نطق الشهادتين، لكن لسه ما صلاش، لسه ما صمش، لسه ما زكاش، لسه ما حجش، لسه ما قرأش القرآن، لسه ما ذكرش ربنا، لسه ما صلاش على النبي صلى الله عليه وسلم. فالترس الثاني يخليه يؤدي الفرائض. أدى الفرائض، ابتدى يتحرك ما شاء الله، ابتدى القلب يشتغل، ابتدت الجوارح ما شاء الله تستمتع، ابتدت ودانه تستمتع بسماع القرآن، ابتدت عيونه تستمتع بقراءة القرآن، واخد بالك؟ ابتدت رجليه تتحرك للمسجد صلوات الخمسة، واخد بالك؟ طيب يجي الترس الثالث بقى يروح محركه للرواتب. انت بتصلي كم فرض؟ 5 صلوات. ليه؟ لأن ربنا أمرني بيهم وقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، مما افترضته عليه. الحديث رواه البخاري. طيب وكمان في حديث جميل قوي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة يعني فريضة فأجره كأجر الحاج المحرم. يبقى إذا لما تروح تصلي الصلوات الخمسة في المسجد حضرتك يكتب لك 5 حجات نافلة، وممكن يكتب لك حجة سادسة اللي هي إيه؟ إنك تقعد من بعد الفجر لحد بعد الشروق بتلت ساعة وتصلي ركعتين، تمام؟ يكتب لك حجة. إيه الدليل على كده؟ أي كلمة ما كانش فيها دليل ولا تسمعني. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خبالك؟ يبقى إذن كده تحج 6 مرات نافلة لو صليت الصلاة الخمسة في المسجد وقعدت لحد الشروق بعد الفجر. طيب يبقى الترس الأولاني حرك من الكفر للإيمان، الترس الثاني حرك من مجرد النطق بالشهادتين لأداء الفرائض، الترس الثالث حركني من الفرائض للرواتب. إيه الرواتب ديت؟ الرواتب بقى عارف حضرتك، عايز أوضحها لك، عارف حضرتك لما يكون في بيت حضرتك بنيه وبعدين البيت دوت أنت عامل له من بره أبواب خارجية مغلفة بالحديد وتقول لا مش كفاية، فوق الابواب دي كمان لازم يبقى في سور خارجي بيحمي البيت والجنينه بتاعته. البيت دوت هو الفرائض، والابواب الحديد دي الرواتب، والسور اللي بره دي النوافل. واضح؟ تحمي بقى ايه؟ النوافل تحمي الرواتب، والرواتب تحمي الفرائض. نوضحها اكتر. انت هتصلي الفرائض الصلاه الخمسه، الصلاه الخمسه ديت في حواليها رواتب. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند صحيح من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى له ايه؟ بيت في الجنة. جميل قوي. ال 12 ركعة دول ايه يا جماعة؟ 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. فايدتهم سنة من سنة النبي عليه السلام، وفي نفس الوقت اللي يصليهم يبني له كل يوم بيت في الجنة. ليها فايدة ثالثة، ليها فايدة ثالثة اللي هي ايه؟ انها بتحافظ على الفرائض. بتحافظ على الفرائض ازاي؟ قال لك ان انت لو فرطت في الرواتب، يعني بمعنى ايه؟ قلت ايه؟ انا مش هصلي غير الفريضة وبس. لو قلت مش هصلي غير الفريضة وبس هتتعرض لمشكلتين. المشكلة الاولى ان انت ممكن لو اكتفيت بالفرائض ممكن تأثر في الفرائض وتسيب الفرائض. إنما لو صليت الفرائض والرواتب فلو لا قدر الله حصل لك كبوة هتفرط فين؟ في الرواتب، لكن الفريضة زي ما هي موجودة. طب والمشكلة الثانية، المشكلة الثانية يوم القيامة، إن المولى عز وجل إذا رأى في عبادة العبد المؤمن تقصير في الفرائض يقول ائتوه بالنوافل واجبروا له كسر الفرائض. ائتوه إيه بالنوافل؟ هاتوا النوافل
اللي كان بيصليها سواء الرواتب أو النوافل واجبروا بها كسر الفرائض, يعني حطوها مكان الفرائض تبقى النافلة بفريضة, واخد بالك؟ ده كرم من ربنا. طب لو ما فيش نوافل ولا رواتب خلاص يبقى الواحد ضاع, طالما مقصر في الفرائض وما فيش نوافل ولا رواتب يضيع نفسه. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن بصلي الفرائض, يبقى الترس الأولاني وصلني لإيه؟ لنطق الشهادتين. الترس الثاني لأداء الفرائض. الترس الثالث للرواتب. الترس الأخير بقى اللي هو بيخليك أسرع حاجة اللي هو إيه؟ اللي هو إن بيوصلك للنوافل. زي إيه؟ زي قيام الليل. وخد بالك كل عبادة لها نافلة, يعني صلاة الصلاة عموما نوافلها قيام الليل بقى ومطلق التنفل, واخد بالك؟ والزكاة لها نوافل, الصدقات والحج ممكن تحج حج الفريضة وممكن تحج بعد ذلك نافلة, والصيام في صيام رمضان ده الفريضة, أما الصيام بقى طول السنة 2 و5 و3 أيام شهر عام ده النافلة, واضح؟ فكل عبادة لها فريضة ولها إيه؟ ولها نافلة. لا يفعل النافلة إلا محب. اللي بيحب ربنا هو اللي بيصلي النافلة, واللي بيحب ربنا بقى في قناة الخليجية يعلمنا المكيف شوية لحسن أنا قاعد هموت. ربنا يبارك فيك يا رب, واخد بال حضرتك؟ يعني معلش يعني أنا خلاص بكب يعني مش قادر. فاللي بيحب ربنا يكثر من نوافل. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كما عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خد بالك بقى الحتة اللي هي دي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطين, ولئن استعاذني لأعيذن. الله. شوف ثمرة بقى النوافل, ثمرة لا تخطر على قلب بشر. يبقى نرجع بقى إيه؟ نرجع لقول الإمام القيم: لابد للسالك من همة تسيره, ده الترس الأولاني, وترقيه, ده الثلاث تروس الثانية. وضحت كده؟ أنا حاولت أوضح لكم بأسهل وأجمل الطرق موضوع التروس والعربيات والحركة والأولاني والثاني وهكذا. لا ده في ناس بقى مش بتتقدم لا بالترس الأولاني ولا الثاني ولا الثالث والرابع, ده في ناس واقفة محلك سر, ما بيعملش حاجة خالص, تقول له صلاة ما بصليش, صيام ما ماليش فيه, قراءة قرآن مش بتاعي, فاهم ازاي؟ لا ده في أسوأ من كده, ده في بقى ناس مش بقى واقفة مكانها, ده في ناس جايبه مرشدين لورا. خد بال حضرتك, ده بقى يعني ده حاجة تانية خالص. يعني أذكر مرة كان في إحدى أماكن المرور بتوع التراخيص وتجديد الرخص بتاعت العربيات, ففي يعني سواق ميكروباص واقف, فهم لما تروح مثلا تجدد رخصة عربية يقول لك اديني بس الايه الرخصة ونشوف بس شهادة المخالفات اللي موجودة عليك. فالسواق فهم طبعا بعد ما يشوفوا المخالفات ينادي فلان الفلاني: ايوه يا فندم. ما يقول لك مثلا ايه عليك مثلا ايه 200 جنيه مخالفات 300 جنيه مخالفات. فالراجل نادوا عليه سواق ميكروباص: فلان الفلاني. قال له: ايوه يا باشا. قال له: 10,000 جنيه مخالفات. قال له: ليه حضرتك؟ انا جاي من اسكندريه بظهري. هي كده, فاهم ازاي؟ في ناس جايبين مرشدين, يعني ايه؟ سبحانك يا ربي, اللهم لك الحمد يا رب العالمين, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا سلام, شوف يا اخي بقى نعمه ربنا وفضله عليك, والله العظيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها, لا يمكن نحصي نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هداك وخلقك بين ابوين مسلمين, وحتى لو كنت بين ابوين غير مسلمين وانت طلعت مش مسلم, ربنا هدى قلبك للاسلام, نعمه كبيره قوي ان انت بقيت مسلم. يبقى ربنا اللي هداك للاسلام. وفوق ده كله, ما هو ممكن تبقى مسلم وتبقى مسلم يعني زي ما يقولوا تايواني, لا بتصلي ولا ليك في العباده, لا, وهداك ان انت تصلي وتحب اهل الايمان وتجتهد في العبادة وفي الفرائض وفي الرواتب وفي النوافل, ويجعلك من أهل السنة ولست من أهل البدع. ما أنت ممكن كنت تعبد ربنا وتعبد ربنا خطأ على بدع, يا ربنا يعفينا عافيك يا رب العالمين. كنت ممكن تبقى في فرقة من الفرق الضالة, واخد بالك؟ كنت ممكن تطلع تلاقي نفسك شيعي, ولا تلاقي نفسك واخد بالك يعني ربنا يعفينا, ولا مكفراتي, واخد بالك؟ لا, طلعت من اهل السنه وبتحب اهل السنه وما شاء الله, وقاعد بتسمع درس وبتذكر ربنا وبتسبح وبتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, نعم كبيرة قوي. ولما بتقع في ذنب ربنا يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ويجعل لك التوبة لها ثلاث أطراف:
يرزقك ويلهمك بنعمة التوبة، فأنت تتوب أدي الطرف الثاني فيتقبل توبتك، ده الطرف الثالث. شفت نعم ربنا؟ عشان كده فعلا ليك حق يا رسول الله أنك تقول كده صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. والله العظيم لو ما كان ربنا يرحمنا إحنا ضايعين دنيا وآخرة، لكن إحنا بحسن ظننا بالله فإحنا عارفين أن ربنا يرحمنا، لأن النبي قال كده كما عند البخاري، قال: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام الإمام القيم: لابد للسالك من همة تسيره وترقين. همة سيرتني، أنا بصلي الصلاة الخمسة يا رب الحمد لله تبت يا رب، وبعدين وترقين ما ينفعش لازم تكمل. أنا يا ربي كنت بنت يعني لابسة بنطلونات وستريتشات وباضيهات وحط شعر في الخلاط وبعمل وحط مكياجات ووا، الحمد لله رب العالمين غطيت راسي ولبست بنطلون واسع شوية وبلوزة واسعة شوية، الهمة اشتغلت؟ اه اشتغلت. لابد ايه؟ ترقين. الاشار بالمخنصر ده يبقى اشار بواسع، تمام كده، وبعدين الاشار بالواسع يبقى خمار، وبعدين البنطلون الواسع يبقى جيبه، والجيبه ممكن تبقى بعد كده تبقى جلباب، والجلباب بعد كده يبقى معاه قفازين، وواحده واحده بقى كده ونشتغل، ما نقفش عند حاجه واحده ونقول خلاص الحمد لله تحمد ربنا انت وانا كنت فين وبقيت فين. لا لا، المسلم همته عاليه، زي ما همتنا عالية في أمور الدنيا لازم تكون همتنا عالية في أمر الآخر بصدق. إن ما ينفعش أقول الحمد لله أنا ده كده رضا يا عم، ده أنتوا تحمدوا ربنا إن أنا بخش أصلي في الفرض في مسجد، عايزني كمان أصلي رواتب ونوافل وشاف إيه؟ لا يا عم أنا مش عايز. ولذلك سبحان الله إحنا لابد أن نتدرج مع التائبين. واحد عمره ما كان بيصلي فيجي يقول لك إيه، والسؤال ده بيخطر على بال ناس كتيرة جدا، أنا التزمت وأنا عندي، الناس تقول كده، التزمت وانا عندي 30 سنة او التزمت وانا عندي 40 سنة، خد بالك اعمل ايه بقى في الصلاة اللي فاتتني؟ نقول له ايه؟ خد بالك دايما اكرر الجملة ديت وعمري ما هفطر عنها، احنا محتاجين في زماننا دوت لعالم فاهم مش مذاكر، يعني مذاكر وفاهم، مش يعني ما عندوش مذاكرة، لا يعني اقصد ايه، محتاجين واحد مش مجرد حافظ نصوص وبيرزعها، لا، محتاجين واحد عارف ازاي انه يلقي النصوص ديت على ارض الواقع، ده اللي احنا محتاجينه. فنقول له: طب حبيب قلبي انت صليت عندك كم سنة؟ والله ابتديت اصلي وانا عندي 30 سنة. طيب يعني نقول ان انت كنت مكلف وانت عندك 15 سنة مثلا، طيب من 15 ل 30 يبقى فاتك 15 سنة صلاة. لو جيت قلت له: خد بالك هتيجي تصلي كل فرض مرتين لمدة 15 سنة علشان تعوض ال 15 سنة اللي فاتت. ده رأي، خد بالك هما ثلاث آراء. الرأي الثاني بيقوله: لا أنت ما عليكش حاجة خالص، لأن تارك الصلاة بنص الحديث كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث الثاني: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. طيب جميل أوي، يبقى إذن ده الرأي الثاني، رأي بيقول لا ده أنت هتصلي مع كل فرض تاني، تصلي الفجر كل يوم مرتين والظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين لمدة 15 سنة. والرأي الثاني بيقول: لا 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 لا، أنت صلي الوقت الحالي وخلاص، سيبك من اللي فات ده إنسان، كأنك دخلت الإسلام دلوقتي. الرأي الثالث بيقول إيه؟ بيقول: تعال نشوف المسألة الوسط ما بين الرأي ده وبالرأي ده، أنت صلي الفرائض وليس عليك إلا الفرائض، لكن إيه رأيك؟ ولن نجبرك على شيء، حاول تكتر من النوافل، حاول تكتر من النوافل. لقيت نفسك قاعد فاضي من المغرب للعشاء، قوم يا أخي متع نفسك كده بثمان ركعات ولا عشر ركعات كده خفاف كده جمال. لقيت نفسك قايم قبل الفجر بساعة، قوم متع نفسك في وقت النزول حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، قوم متع نفسك كده بكم ركعة، كتر من النوافل. الإنسان يا جماعة لما يحس إنه مش ملزم بحاجة
بيعملها هو بيحبها. لما تقول له فرض عليك لو ما صليتش قيام الليل هتخش النار، مش هيصلي. خدت بالك؟ تقول الإنسان حاجة بالعافية مش هيقبلها، تقولها له باللين هيقبلها. فنقول له قطر النوافل. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يوم القيامة لو جه والأعمال بتاعته العبادات الفرائض بتاعته نقصة سيجبر كسرها بالنوافل. وأنا لو ألزمت إنسان يا جماعة فاتوا 15 سنة صلاة أو 20 سنة أو 30 سنة وقلت له قدامها هتصلي 30 سنة الفرض مرتين، أنا كده كأني بقول له إيه؟ كأنه بقول له ما تصليش. عارف ليه؟ لأنه هو هيقول لك إيه؟ يقول لك أنا أصلا ما بصليش بقالي 30 سنة، فأنت عايزني أرجع أبتدي أصلي ال 30 سنة دول أصليهم مرتين، يعني أصلي صلاة بتاعت 60 سنة؟ فيقول لك يعني كده أنت بتشق عليا. لا خلاص ما أناش مصلي. فأنا أعمل إيه؟ أقوم قايل له الرأي الوسط. أقول له رأي الوسط؟ لا يا سيدي، مش أنت تبت الحمد لله؟ يقول لك الحمد لله. أقول له خلاص صلي الفريضة وعلى قد ما تقدر بقى كده، مش أنت بتحب ربنا؟ كتر من النوافل، والنوافل يجبر الله بها كسر الفرائض. يبقى لابد للسالك من همة تسيره. الحمد لله، يقول لك ابتديت أصلي، الهمة إيه؟ حركته وترقين. يلا اشتغل في الرواتب، ما شاء الله اجتهدت، يلا بعدها في النوافل، ما شاء الله. كتر بقى على قد ما تقدر، لأن ربنا بيقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربنا هيحبك. وقال لك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وإلى آخر الحديث. الشق الثاني من الجملة ديت، لابد للسالك من همة تسيره وترقيه. بس ده خد بالك من حاجة، ده ممكن الرجل ده يعبد ربنا على جهل، فيعبد ربنا غلط، فربنا ما يقبلش عبادته. واحنا مش عايزين كده، ده احنا عايزين ربنا يقبل منه كل عبادته. يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يتعلم وعلى الاقل العلم بتاع فروض الاعيان. العلم نوعين، في فرض عين وفي فرض كفاية. فرض العين ده على كل المسلمين، انت هتعمل ايه؟ والله انا هصلي. يبقى فرض عين عليك تتعلم فقه الطهارة، فقه الوضوء، فقه الغسل، فقه التيمم، فقه الصلاة نفسها. واخد بالك؟ طب انا هصوم رمضان، لازم تتعلم فقه الصيام. طب انا ربنا رزقني بقرشين هروح احج، تتعلم فقه الحج. طب انا الحمد لله ربنا كرمني وهتجوز، تتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. واخد بالك؟ يعني في ناس لا عارفه تتجوز صح ولا عارفه تطلق صح. واخد بالك؟ وبتبقى مشاكل كبيره جدا. يبقى راجل يعني مطلق زوجته 20 مره وهو عايش معاها، هو مش واخد باله. اذكر كنت في زياره لاحد اقاربي، وبعدين راجل هو وزوجته واقفين في الشارع، هم ناس يعني ايه، يعني بلدي قوي بسطاء قوي يعني، وبنتهم بصة من الدور الخامس. فالراجل بيتخانق مع زوجته، فاشتدت المسألة ما بينهم يعني وكده، فراح في وسط الشارع وانا داخل بخبط على قرايبي، سمعته بقى بيقول لها ايه، بيقول لها طب روحي بقى وانت طالق. فراحت مصوتة في وسط الشارع، فبنتها بتكلمها من فوق من الدور الخامس، فبتقول لها بتصوتي ليه يا حبيبتي؟ دي الطلقه رقم 105، انت لسه فاكره نفسك زوجته؟ يعني واخد بالك؟ ما هم مش عارفين، هو كل حاجه كل مشكله روحي وانت طالق. واخد بالك؟ وهي بقى في النهايه دي قاعدين من رب العيال. فلازم نتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق. زي الشاب اللي كان راح يتجوز، فراح للشيخ، الراجل عايز يتعلم، عايز يقيم بيت اسلامي. قال له شيخنا ربنا يبارك فيك، ليله الدخله بتاعتي بكره وكده، وعايز اتعلم بقى الاذكار والادعيه والحاجات كده عشان ربنا يكرمك اقيم بيت اسلامي. قال له يا ابني حبيبي، اول ما تخش على زوجتك حط ايديك على ناصيه راسها وقول الدعاء الجميل ده، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، ودعاء كذا ودعاء كذا، وعلمه كل حاجه. قال له جزاك الله خير. ثاني يوم كانت ليله الدخله، وكان متجوز واحده بقى زي القمر، فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره حول، فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قالت له ما شاء الله يا حبيبي، حضرتك متجوز دابة يعني. فشاهد في الموضوع ان لازم تتعلم. لا ده اسمه فرض عين. ما ينفعش ان انا ايه يعني اروح اتجوز وانا مش عارف اتجوز ازاي ولا اطلق ازاي، والدنيا تبقى خربانه ومعين في الاخر خالص. يروح يقول لك عايز شيخ، تعمل ايه بالشيخ؟
احكي له بقى على 50 طلقة اللي طلعتهم لها السنة اللي فاتت والسبعين اللي كانوا في السنة اللي قبلها. يعني سبحان الملك، الواحد بيشوف حاجات وبيسمع حاجات، مشاكل في بيوت كتير من المسلمين النهاردة، يعني بسبب البعد عن ايه، عن فهم الدين. يبقى لابد للسارك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. جميل قوي. ايه علم يبصره ويهديه؟ عشان تعبد ربنا على علم. خدت بالك؟ فاكر حضرتك قصة الرجل اللي قتل 99 نفس لما قال دلوني على اعلم اهل الارض، عايز يتوب. دلوه على مين؟ على اعبد اهل الارض. رجل عابد بس عنده ايه؟ عنده جهل، عمال بيعبد ربنا ما شاء الله وعباده وقيامه وصلاة، بس هو جاهل، هو مش عارف حاجة عن الدين. راح لقال له هل لي من توبة؟ قال له وماذا صنعت؟ قال له قتلت 99 نفسا. قال له لا 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 لا، ليس لك توبة، وده من جهل العابد. انت بتقفل باب رحمة ربنا، انت مين عشان تقفلها؟ فهم ازاي؟ فخد جزاءه في ساعتها، الجزاء خده في ساعتها. التاني اول ما شاف الموضوع كده خلاص، ايه هي المسألة، سودة خلاص، انت سوتها في وشي. قال لك ما دام انا رايح نكتر الفضايح، وراح قتله. فكمل بيه المية. لما كمل بيه، طب الراجل استفاد ايه؟ يعني بجهله قتل نفسه، واخد بالك؟ انما لما راح للعالم، العالم يفهم القضية ويشخصها ويدي العلاج. قال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ هو كان ممكن يقول له لك توبة وخلاص، لكن عايز يعرف بس ايه اللي حصل. قال له قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ بس واضح ان الارض اللي انت فيها دي ارض سوء، لانك قتلت 100 واحد والحد الان وقف قدامي، ما فيش اي مشكلة عندك، دي ارض سوء، اخرج الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. يبقى لابد للسالك. اظن كده الجملة وضحت قوي، ودينا لها امثلة وضحت المسألة قوي. لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. كلمة تانية حلوة أو عجبتني قوي للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، بيقول لك مدار كمال العبد على أمرين أو على أصلين. الإنسان كماله في قربه من ربنا وكماله في عبادة ربنا قايمة على حاجتين. إيه هما؟ قال معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. في كتير من الناس بقى واخدين النص الاولاني وسايبين النص الثاني. تيجي تكلمه مثلا راجل بيدخن او بيشرب شيشه ولا بيعمل حاجه، فتيجي تقول له يقول لك عارف والله عارف، يا سلام طبعا عارف، النبي قال كذا وربنا قال كذا والدخان حرام وعارفين والله الحمد لله. اوعى تفتكر ان احنا مش فاهمين حاجه في الدين، يعني لا، ده احنا مثقفين وعارفين كل حاجه، وبامانه الدخان كذا ومش عارف ايه، والادله من القران كذا، عارفين كل حاجه. طب ناوي تبطل ادعي لي، واخد بالك؟ ادعي لي. واحد بينظر للنساء تقول له ده ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول لك والله العظيم عارف، وعارف ان النظره دي محرمه، وان الاولى لك وليس الاخره، يعني والاخره عليك، وحاجات زي كده. وبعدين والاولى بالنسبه له دي ايه؟ طبعا سبحان الله. يبقى مثلا ايه، شاف واحده من اول مثلا ميدان التحرير ضل بصلها لحد ما توصل رمسيس، يقول لك دي الاولى، واخد بالك؟ لا، الاولى دي هي نظره الفجاه او الفجاءه، واحدة عينيك وقعت عليها خلاص اصرف بصرك. لما الرجل الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك، ما قالوش بص وبعدين استغفر، لأنه ممكن يبص ويضيع بصره، خد بالك؟ ولو إنسان بص، ما أصل سبحانك يا ربي. العجيب يا إخواني إن الإنسان والله العظيم حاجة من عجائب الدنيا السبع زي ما بيقولوا. دي بقى العجيبة الثامنة، إن الإنسان ما بيحاربش ربنا إلا بنعم ربنا. الحرام اللي بيسرق ده بيسرق بإيه؟ بإيدين. الإيدين ديت مش نعمة؟ مش بيها بيشتغل؟ مش بيها بيطبطب على أولاده؟ مش بيها بيحمي نفسه وبيحمي الناس اللي حواليه؟ مش بيها بياكل وبيشرب ويشتغل وياكل لقمة عيش طيبة؟ ومش بيها بيكتب ويألف ويذاكر ويتعلم ويرتقي؟ ورغم ذلك بيها برضه بيتخانق وبيها بيسرق. يبقى النعمة اللي ربنا ادهاني أنا بحاربه بيها. نعمة البصر، البصر علماء الطب يقولوا إيه؟ يقولوا إن العين، في كل عين فيها 5000 عدسة. سبحانك يا رب، لو عدسة واحدة حصل فيها قصور، عدسة واحدة بس حصل فيها قصور، يحصل الإنسان إما حول أو قصر نظر أو طول نظر
أو عشاء ليلي أو ما يفرقش بين الألوان أو يحصل له ضعف نظر، يحصل له حاجة كتير جدا بسبب عدسة واحدة، 5000 عدسة. الله يحفظ عليك نعمة البصر. أنت بتستخدم البصر في النظر للمحرمات ليه؟ هو ربنا عاجز سبحانه وتعالى، حاشا لله، عاجز أنه ياخد بصرك في لحظة. وياما ناس يا جماعة، ربنا يعافينا ويعافيكم، ياما ناس عينيها راحت، عينيها راحت من النظر إلى الحرام. والله أذكر في مرة من المرات أني جاني شاب، وأقسم بالله على ذلك، جاني شاب بيقول لي أن عين من عيونه راحت بسبب الفرجة على المناظر القبيحة في الدش، يقعد طول الليل يتفرج من العشاء للفجر على مشاهد قبيحة، عينيه راحت وعينيه التانية ضعفت. قلت له يعني أنت منتظر حتى ما ربنا ياخد التانية وتستجدي الناس إن هم يسندوك وياخدوك ويدخلوك الخلاء ويودوك هنا ويأكلوك ويشربوك ويحركوك ليه يا ابني؟ ليه تظلم نفسك؟ ما استعمل نعمة ربنا فيما يرضي الله. الإمام ابن جرير الطبري كان سنه كبير جدا، معدي 90 سنة ولا 100 سنة، وفي مرة مرات خارج مع تلاميذه فجأة لقوه بيقفز من فوق صخرة عالية جدا، فقالوا ماذا تصنع يا إمام؟ قال تلك جوارع حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. تلاقي واحد، تلاقي أهل العلم والدين ما شاء الله، يعني مهما كبر سنهم لا يمكن ان عقلهم يخرف ابدا، حامل القران لا يخرف ابدا، عمره ما يخرف، يفضل عقله متيقظ. اسماء بنت ابي بكر كان عمرها 97 سنة، شوف قد ايه، 97 سنة ولم ينكر لها عقل، 97 سنة. شوف النهارده، ده النهارده 40 سنة الواحد فقد الذاكره، واخد بالك؟ لا دي 97 سنة، اه هي كده تحفظ الجواب. شوف هي القول واضح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والبعد عما حرم الله، ربنا يحفظك في دنياك وفي دينك سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ يبقى مدار كمال الإنسان على حاجتين يا جماعة، معرفة الحق من الباطل، وبعدين وإيثار الحق على الباطل. أنت عارف الصح من الغلط؟ آه عارف. هو في حد معرفة؟ ده القط عارف الصح من الغلط. اه والله، تخيل حضرتك كنت قاعد بتاكل كده سمك وبعدين قطه جنبك، لو القطه ديت انت خدت سمكه كده وقلت بسم الله ورحت مديها للقطه ديت، هتقف كده في حضنك جنبك كده تاكلها كده وتمزمز وتنقنق وتاكل براحتها لحد ما تخلص، واخد بالك؟ اكلت السمكه حتى ذيله، يعني فاهم ازاي؟ مش هتخلي حته في السمكه، وبتاكل هي مطمئنه كده ومبسوطه واخر حلاوه. طب تخيل بقى نفس القطة قامت ايه وانت بتاكل وبتدور كده عشان تشرب شوية مية، راحت سرقة السمكة، هتعمل ايه؟ تروح جارية، لا يمكن تقف قدامك وتجري وتستخبى ويمين وشمال ومش عارف ايه، وممكن تنط من الشباك بالسمكة دي عشان ايه؟ عشان تلحق تاكلها. ايه اللي عرف القطة الحلال والحرام؟ فطرة، فطرة يا جماعة. هي عارفة ان انت لما تديها السمكة دي بايديك فهي تاكلها مطمئنة، اما لو خدتها من غير ما انت تديها فهي عارفه ان انت هتقوم تضربها فبتجري. فمعقوله القطه عارفه الحلال والحرام وانا كمسلم مش عارف الحلال من الحرام؟ يقينا كل الناس عارفه الحلال من الحرام. المشكله الوحيده او الاشكاليه الوحيده في الامور اللي هي الشبهات. الحلال والحرام والشبهات ثلاث حاجات. دايره الحلال كبيره قوي قوي على فكره، كبيرة جدا جدا، أكبر حاجة وأوسع حاجة في الإسلام هي دائرة الحلال. لأن ربنا قال إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. عاملة زي إيه؟ لما تيجي مثلا إيه؟ بتبيع مثلا عربية، فبتقول للي هيشتري، بتقول له العربية ديت العيب الوحيد اللي فيها إن الفوانيس الخلفية بس يعني اللومة بتاعتها محروقة، إنما العربية كلها زي الفل. يبقى أنا عديت لك العيوب اللي في العربية في عيب أو عيبين، إنما بقيت العربية ككل بلا استثناء سليمة. خدت بالك؟ فلما ربنا يقول لك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، كأن ربنا بيقول لك اللي محرم عليكم 1 2 3 4 5 6 10
والباقي كله حلال. يبقى الأصل في الدنيا دي كلها إيه؟ الحل، إن كل حاجة عندك حلال إلا الحاجات اللي ربنا حرمها وهي قليلة جدا. خد بالك بقى، يبقى دائرة الحلال كبيرة جدا ودائرة الحرام صغيرة جدا، وبين الحلال والحرام منطقة واسعة قوي 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 بشكل ما تتخيلوش، اسمها دائرة الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين: الحلال بين واضح والحرام بين. ده واضح وده واضح، ما فيش مسلم في الدنيا جاهل أو عالم إلا هو يعرف الحلال من الحرام. تلاقي امرأة بسيطة جدا ريفية وإنسانة طيبة وعلى فطرتها وعندها مثلا 70-80 سنة، ولما تسألها تقول لها: يا أمي أنت عارفة أن الخمرة؟ تقول لك: يا ابني أعوذ بالله، حرام طبعا يا ابني. الزنا طبعا يا ابني حرام. الربا حرام يا ابني. فهي عارفة أنه حرام، خد بالك. إنما المشكلة فيهم في الشبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ده كلام النبي عليه السلام. الشبهات ممكن الإنسان يقع في شبهة، لكن النبي بقى إيه؟ وضح لك إن أنت كمسلم بقى، أنت رجل ما شاء الله عندك قلب سليم جميل، فقال لك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث تاني قال لك إيه؟ قال لك: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه إيه؟ الناس. الله. يبقى إذن أنا لما أكون عارف، أنا لما أكون عارف إن الموضوع ده في حاجة كده مش مظبوطة، ابعد عنه، ابعد عنه. أنا لما يجي حد يسألني مثلا في حاجة يقول لي: عايز أسألك في حاجة، أنا بعمل كذا وبسوي كذا وداخلين صندوق مش عارف إيه وزمالة مش عارف إيه وبنقترض إيه، أقول له: أنت بتسأل ليه؟ يقول لي: أصل أنا شاكك. قلت له: شفت، لأنك أنت شاكك. أنت لو حاسس إن الموضوع سالك وحلال وصافي وصرف ما كنتش هتسأل، لكن ما دمت أنت بتشك يبقى الموضوع ده أقل ما يقال فيه إن هو شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتعجب قوي يا جماعه لما تلاقي واحد جاي لك بيقول لك ايه، بيقول لك: احط فلوسي في البنك ولا اعمل ايه؟ طب انا كنت حاطط فلوسي في البنك ربوي ومش، طب ما انت عارف انه ربوي. طب ربنا سبحانه وتعالى يصل لك بنوك اسلاميه، انا ما بقولش البنوك الاسلاميه انها اسلاميه 100% يعني صعب، بس الحمد لله يعني نقول ايه، نقول ان هي احسن الوحشين، وإن الخير اللي فيها أحسن من الشر اللي موجود فيها، واخد بالك؟ وإن الحمد لله رب العالمين فيها يعني مشروعات تجارية وخدمات إنسانية فنعينها ونقف جنب البنوك الإسلامية. فأنت مدام ربنا سبحانه وتعالى يصل لك بنك واحد حلال وحواليه 10 بنوك حرام، إيه اللي يخليني أروح أحط فلوسي بنك حرام وأجي أسأله ليه؟ طب أعمل إيه في الفايدة اللي طلع؟ طب ما أنت عندك بنك حلال هو، وبيقول لك: فايدتي متغيرة وليست ثابتة، وهديك الفايدة وروح كلها هنيئا مريئا حلالا بلالا. فاهم ازاي؟ فليه أدائي على نفسي؟ واحد ساكن في الشارع، الشارع ده فيه 10 جزارين، 9 منهم بيبيعوا لحم خنزير، وواحد فيهم بيبيع بقى اللحم العادي، لحم الشياه ولحم البقر ولحم الجاموس والإبل وحاجات زي كده، وحاجات كلها حلال. فباجيش أقول إيه؟ والله انا رحت اجيب من عند بتاع لحم الخنزير دوت، بس مش عارف بقى اكل ولا ما اكلش. طب لو كلت اكل قد ايه؟ طب وليه اعذب نفسي ليه؟ ما عندي الحلال، وان كان قليل، لان الناس النهارده الا من رحم الله ضيقوا دايره الحلال ووسعوا دايره الشبهات والحرام. النهارده تقعد تتفرج بقى على المسابقات التي تمارس على الفضائيات، وكم الربا والحرام اللي هم عايزين يوقعونا فيه. سبحان الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا بيرحمنا وإحنا عمالين نوسع دائرة الشبهات والحرام ليه؟ ما ربنا كرمنا والحمد لله موسع علينا. يبقى إذن ما دمت أنت بتعرف الحق من الباطل، ما ينفعش المعرفة بس، لا يعني ما ينفعش ان انا اقول انا عارف الصح من الغلط وعارف الحلال من الحرام وعارف العيب من اللي مش عيب، ده مش كفايه. طب انت بقى بتعمل ايه؟ عرفت الصح من الباطل او الصح من الغلط وعرفت الحق من الباطل، اتبعت ايه بقى؟ لا ما اتبعتش غير الباطل، بس انا عارف الصح. لا، لازم تتبع الصح. عرفت ان ده بنك ربوي وده بنك اسلامي،
طب حطت فلوسك فين؟ في بنك ربوي بس، والله العظيم ما باخد الارباح. لا ده مش كفايه، لان انت حتى لو ما خدتش الارباح فانت بتعينه على تضخيم الربا اللي موجود عندهم. يبقى اذا معرفه الحق من الباطل، ها هتعمل ايه؟ وايثار الحق على الباطل. شيل فلوسك من بنك الربا، حط في بنك اسلامي. بلاش تاكل لحم خنزير وكل لحم حلال. بلاش تشرب خمره وربنا احل ليك، ما شاء الله، عصير مانجا، عصير جوافه، عصير خوخ، عصير مش عارف اناناس، عصير ربنا احل ليك يعني 50,000 نوع عصير حلال، ويسيب كل الحلال ده ويروح يشرب الحرام ليه؟ واخد بالك؟ احل ليكي ان انت تلبسي الحجاب ويبقى ماشى وفي البيت بقى البسي براحتك، البسي استرتشات والبسي بضيهات واعملي اللي انت عايزاه لزوجك في الحلال، انما بره في الشارع لا ما ينفعش. النبي عليه الصلاه والسلام حذرك وقال كما عند مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات. طيب صاحب الهمه العاليه يا حبايب قلبي ممكن يتعب شويه، احنا هنطول في موضوع الهمه دي. ليه الهمه ديت ايه؟ الهمه دي هي اللي هتوصلك لاخرتك. حكينا الموقف الايماني بتاع عجوز بقى امراه، المراه العجوز بتاع بني اسرائيل، وبناء عليه عمالين بنتوسع في موضوع علو الهمه، لان الموضوع والله العظيم يا جماعه لو الهمه عليت هتلاقوا خير لا يخطر على قلب بشر. علو الهمة ده يخليك كأنك شايف الجنة قدام عينيك. خد بالك، قال الإمام ابن القيم: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. وبمناسبة الجنة بقى، سبحان الله على بختكم، يعني الليلة دي والله لسه وأنا جاي لكم لسه يعني الأخ بتاع المكتبة بعت لي كتاب، آخر كتاب ليا اسمه يوم في الجنة. يوم في الجنة بوصف فيه الجنة من الألف للياء، بتروح كده بيه، يعني إيه أقعد كده أقرأ عن الجنة من الألف للياء، كل ما في الجنة بفضل الله تتمتع به. وده أنا طبعا عامله برنامج على القناة الشقيقة قناة اقرأ، وربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. فتخيل بقى حضرتك كأنك شايف الجنة: إذا أراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. فكل ما تعمل عمل أو تقول قول بتعرضه على الجنة وعلى النار. يوصل الجنة ولا يوصل النار؟ لا يوصل الجنة نعمله، لا يوصل النار بلاش منه، وهكذا. فممكن صاحب الهمة يتعب شوية لكنه يسعى للراحة الأبدية. وأختم بالجملة الجميلة التي قالها الإمام ابن القيم، جملة في غاية الروعة، وهنبدأ بقى من بكرة نشوف علو همة الشباب وعلو همة النساء وعلو همة الشيوخ وعلو همة حتى بعض أنا دخلهم فجأة، هتشوف علو همة حاجات عجيبة، حتى الصبية الصغار، حتى بعض الحيوانات والطيور عندها علو همة، حاجة عجيبة جدا. سبحان الله، تسمع كلام إن شاء الله يعني إيه يعني يسلق الصدر. الإمام ابن القيم بيقول كلمة حلوة قوي من أجمل ما وقفت عليه، بيقول: وقد أجمع، ما قالش علماء، لأن ممكن يكون عالم وممكن يكون واحد تاني ما هوش عالم بس عاقل، وأحيانا العقل بيخليك فعلا تفهم العلم، مش أحيانا ده دائما. قال: وقد أجمع عقلاء كل أمة، مش أمة الإسلام بس، كل أمة، وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لو عايز تدرك النعيم مش هتقدر توصل له بالنعيم. وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. أديك مثال، لما تصلي الفجر هتاخد إيه؟ هتاخد كتير جدا، ده صلاة تشهدها الملائكة، ده صلاة الفجر دي نور يوم القيامة، ده من صلى البردين دخل الجنة. تصلي الفجر تخش الجنة، تصلي العصر تخش الجنة، وهتسيب بقية الصلوات هتصليها برضه إن شاء الله، واخد بالك؟ فأنت عايز تصلي الفجر، الدنيا برد وأنت محطوط تحت البطانية ومولع المكيف على السخن ومدفي الأوضة ومنعنش الدنيا كده ومش قادر والمية ساقعة، رحت قايم طارح البطانية وداخل على الحمام توضي المية ساقعة ورايح مصلي الفجر في جماعة، وإيه؟ وتركت الراحة. فمن أراد الراحة ترك الراحة، يبقى من آثر الراحة فاتته الراحة. النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تتعب في صلاة الفجر عشان تفوز بالجنة. هي ما شاء الله لابسة استريتش وبادي وماشية عاملة شعرها مش عارف ازاي وماشية فرحانة جدا، الناس كلها بيبصوا لها وبيقولوا عليها ما شاء الله وقمر ومش قمر وحاجات كده، فاهم ازاي؟ لكنها فضلت انها تلبس حجابها، ولما تخرج تخرج للضرورة وهي محتشمة ومحجبة ما شاء الله. طب الجو حر وهي عيني تعبانة ومش قادرة، معلش شوف دي، النعيم لا يدرك بالنعيم، بقى الحجاب ده هيوصلك للجنة تمام، لكن وانت في الدنيا تعبانة شوية معلش
نتعب شوية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أنا هتعب قوي في أن أنا أبر أم وأبويا، ما أنا كل شوية أخش أبوس الأياد وأطبطب عليهم وأشوفهم عايزين إيه وأقضي حاجتهم وأعمل وأعمل. أيوة بس لا، ده أخرها الجنة، ده الوالد أوسط أبواب الجنة، واخد بالك؟ أنا هخرج بقى أطلب العلم عشان أبقى داعية إلى الله، وهفضل سهران ليل ونهار أقرأ وأتعلم على إيد المشايخ، وأسافر وأروح وأجيب كتب وأقرأ وأذاكر وألخص وأعمل وأكتب ويا تعب تعب تعب. ومش تعب بقى يعني الطالب بيخلص في كام شهر وبعد كده يرتاح، إنما طالب العلم والداعية ده يفضل في مذاكرة من يوم ما يبدأ طلب العلم لحد آخر لحظة. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل أدرس وأذاكر لحد آخر يوم أنزل في قبري. هي دي المسألة. أنا راجل بجلس في مكتبتي يوميا بفضل الله 18 ساعة في غير رمضان، في رمضان طبعا بيتحرك كتير في الدعوة، 18 ساعة. 18 ساعة دي واحد يقول لي أنت ما بتتخنقش؟ طبعا بتخنق، ما هو أنا مش بني آدم، بتخنق وبتعب، لكن أحتسب كل ذلك حينما أكون جالس وأعرف أن في حد استفاد من كتاب من كتبي أو من درس من دروسي، أو أن ربنا هدى على أدي إنسان، أو أن حد أسلم على أدي، أو كل ده بنساه لما أسمع حاجة كويسة زي كده. هي دي المسألة. يبقى وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. كلمة أختم بها: اللي هيتعب وهيبذل جهد هيعيش كبير وهيموت كبير، واللي هيريح دماغه لا عبادة ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله ولا أي حاجة يعملها هيرتاح فعلا، والله العظيم هيرتاح.